القضائية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى الأمين وعلى آله الطاهرين أينما كنتم سادة الأحبة والكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرفع العزاء إلى مقام صاحب العزاء مولانا الحجة المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا وللعالم الإسلامي والإنساني، معا بذكرى شهادة مولانا أبا الحسن علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله تبارك وتعالى بهذه الأيام المباركة ونحن في ليلة الجمعة أن يتقبل أعمال المؤمنين في هذه الليلة وأعمال هذه الليلة المباركة من أول ليلة من ليالي رجب الأصب وليلة الرغائب والكثير من الأعمال المباركة. إن شاء الله نكون المنبر لإيصال هذه الأعمال الطيبة، وإن شاء الله نحن وإياكم ندعو لجميع المؤمنين في أن يتقبل الله تبارك وتعالى أعمالهم، وإن شاء الله يحجوا عند الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأبا الفضل العباس، وإن شاء الله تتقبل الأعمال وكل ما بصدده المؤمنين من دعاء لإخواننا المؤمنين الذين يقدمون الغالي والنفيس من أجل هذه الأرض المقدسة ومن أجل مقدساتنا كلنا، مشاريع فداء واستشهاد، وكل منبر وكل نفس وكل إنسان وكل ما موجود على هذه الأرض أصبح فداء لأرض المقدسات العراق ولمقدسات هذا الوطن. وربما هنالك يعني تشابه في الواجب الملقى على عاتقنا، هنالك من يجاهد ويقاتل ويبذل الدماء، يبذل الغالي والنفيس من أجل هذه الأرض المقدسة، ونحن أيضا كمنابر جعلت من ثورة الحسين ومن دماء الحسين ومن اسم الحسين فداء ومنطلقا، وابتدأنا من الحسين وإن شاء الله نصل فيما أراده الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نحن منبر لإيصال ما أراده الحسين سلام الله عليه، وأن نعزز ما يبذل المؤمنين الشباب الغيارة من أجل هذه الأرض المقدسة. ربما يحتاج للمعركة ويحتاج للمقاتل ويحتاج لمن ترك كل شيء من أجل أن يدافع عن هذه الأرض المقدسة وعن سلامة وديمومة هذه المقدسات. يحتاج من يقف إلى جانبه بالدعاء عند الحسين، ويا له من مكانة ويا له من جهد وبذل من أجل هذا المقاتل ومن أجل المشروع الذي خطه الحسين سلام الله عليه. ما دمنا نقول أننا حسينيون وأننا نستلهم من الحسين فكرا واسما وعنوانا وجهادا وتضحيات وفداء، نستلم منه العبرة، نستلهم منه الانطلاق لمشروع إلهي يختلف عنا من يترجم ما يريد الحسين وما يريد الأئمة سلام الله عليهم، ما يريده الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ما دام هو إمام العصر والزمان، ما الذي يريده الإمام؟ ربما نختلف فيما بيننا. هنالك من يسع أن يقدم للحسين سلام الله عليه، للإمام الحجة، لله تبارك وتعالى بمشروعية ومفهومية ما أراده الحسين سلام الله عليه، قد يقدم ذلك من خلال دمائه، يقدم ذلك من خلال وقفته في معركة جهاد وإباء وتضحية وفداء لهذه الأرض. كذلك وبنفس الوتيرة وبنفس المنطلق وبنفس المنهجية وبنفس ما أراده الحسين وبنفس العنوان في تضحية عاشوراء، في تضحية كربلاء، في تضحية عنوان الحسين ودماء الحسين، أننا نجعل من هذا المنبر دفاعا عن الحسين، عن مقدسات الحسين، عن مشروع الحسين. لو كان الحسين موجودا وهو موجودا حتما بيننا وبين هذه الجموع المؤمنة، لو كان كذلك لكان في منبرا حسينيا يدافع عن المؤمنين الذين ربما من مجموعة برامج، من مجموعة منطلقات خطتها قنوات الإمام الحسين العربية والفارسية والإنجليزية، ترجمت روح الفداء والانتماء من أجل الوطن، روح الانتماء للحسين مشروعا، روح الدفاع عن المقاتلين، عن المجاهدين في هذه الأرض. إذن قد نختلف في الواجب الملقى على عاتقنا، لكن نركن ونجتمع عند قول أن كل شخص من مكانه يدافع عن أرض مقدسة، عن أرض جعل منها الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه عاصمة، جعل من الكوفة منطلقا لعنوان
العدل والإباء والفداء والعدالة والإنسانية. الإمام الحجة اختار وكما نركن له يعني تباعا لروايات وما خطه الأئمة سلام الله عليهم، جعل من العراق انطلاقا، وهكذا كان الفداء للحسين ومشروع الحسين هو منهجا لنا. وأنا أتصفح هذا اليوم وأنا قرأت وسمعت وبلغت في أن، وأنا كشخص ربما كمنتمي لأسرة قناة الإمام الحسين الفضائية أو قنوات الإمام الحسين الفضائية، أو كإنسان شيعي جعل من الحسين وعلي وفاطمة وآل علي وآل الحسين صلوات الله وسلامه عليهم مدرسة ينتمي لها ويذوب عند من جعل من نفسه منبرا للدفاع عن الحسين وآل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، تارة كجزء من قناة الإمام الحسين وتارة أخرى كإنسان وكشيعي وكمنتمي لمدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. وأنا قرأت وعلمت وبلغت في أن قنوات الإمام الحسين الفضائية، هذه القنوات التي لطالما دافعت عن الحسين، وهذه الكلمة ربما أقولها وليس فلأتجرد من أني واحد من أسرة قنوات الإمام الحسين الفضائية، فلأتكلم كشيعي، فلأتكلم كمنتمي لمدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. طبعا الزملاء يشيرون لي في أن الهواتف ظاهرة، وإن شاء الله يعني نتواصل في الكلام سواء في التعازي أو فيما يكون محورا لحلقتنا لهذا اليوم، وهو أن أنا كشخص وأنت كشخص وكل واحد منا الواجب الملقى على عاتقه. قلت أنا سأتكلم من منطلق انتمائي لمدرسة أهل البيت، طبعا أنا متشرفا بانتمائي لقنوات الإمام الحسين الفضائي، لكن فلأتجرد وأكون يعني واحدا من الأسرة المسلمة، واحدا من الأسرة الشيعية، ويقوم بواجبه الذي يلقى على عاتقه في أي وقت، ويجب أن يكون الدافع، ويجب أن يكون الحافز، ويجب أن يكون الواجب كل واحد منا يشعر به ولا يغفل. ربما هنالك الكثير من الأمور واجبة على عاتقنا وينبغي علينا أن نقف عندها. وأنا أتصفح الكثير من الروايات، الكثير من الأقوال، الكثير ما قاله النبي صلوات ربي وسلامه عليه، الكثير ما قالته المدرسة المعصومة من علي المرتضى صلوات الله وسلامه عليه، وصولا إلى مولانا الحجة المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. طبعا هذا ما سيكون في صلب المحور، وهو الصدقة، ما للصدقة وكيف جعلت هذه الصدقة للدين على مستوى التاريخ من الحكومة التي أسس لها مولانا صلى الله عليه وآله وسلم النبي، وصولا إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والحسن والحسين وسائر الأمة سلام الله عليهم، وكذلك مراجعنا العظام والقادة الذين مثلوا المدرسة المعصومة، كيف استثمروا ووجدوا، ويعني لا نقول استغلوا، إنما استثمروا وجود الصدقة في تقويم وتعزيز المذهب، وكذلك تقويم وتعزيز ما جاء به الإسلام. نحن وأنتم نعلم في أن الإسلام يعني كدين عموما والشيعة خصوصا والمذهب الشيعي ومن دافع وقاتل من أجل هذا المذهب دائما يكون الأقلية، دائما يكون في مطبات توقعهم ويعني تبطئ سرعتهم باتجاه الله تبارك وتعالى، وبالنتيجة باتجاه ما يريدون، ويسبوا باتجاهه من مشاريع طويلة. يعني الزملاء يشيرون إلى فاصل، فلنذهب إلى فاصل ونعود لأن نقف عند محور حلقتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله بالهواتف الظاهرة يعني نتعاون في بحث حلقتنا لهذا اليوم ونتواصل الأهداف. رافقونا وتفضلوا بالبقاء. الإمام الحسين عليه السلام انطلقنا، ومن ثورة شقت أجواء التاريخ فهي بالحزن تجدد العزاء بعاشوراء،
وتقصد كربلاء مشيا في طريق الأربعين، نطوف البقاع المقدسة وننقلها إليكم بشكل مباشر، ومرة أخرى تمر من خلال عمليات الإنتاج والبث لتصل إليكم صوتا وصورة. ساهموا معنا لتظل دوما إشراقة النور الحسيني تنير الآفاق. تحية لكم أحبة المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم مجددا. طبعا بعد المقدمة التي وقفنا عندها والمحورية التي وعدناكم في أن ندخل في مضمارها، طبعا وأنا أتصفح الكثير من الروايات وما قيل بحق الصدقة فلأجعلها بابا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم. وهذا من ربما هذا ما انطلقنا منه كقنوات الإمام الحسين الفضائية، سواء العربية أو الفارسية أو الإنجليزية، والكثير من محوريات ذلك الأمر. يعني سطرت بعض الكلمات علها يعني تكون يعني موضوعا وصميم الفكرة في ما عدت من أجل هذه الحلقة. طبعا للفكرة وللعلم أن برنامجنا هذا وهو كحلقة خاصة سيستمر لثلاثة أيام متتالية، وإن شاء الله نتواصل من خلاله بالهواتف، هواتف الشريحة وكذلك الواتساب، يعني فلأجعله محورا وموضوعا وأدخل به لحلقتنا لهذا اليوم فقط $100,000 بمساعدتكم أنتم أنصار الحسين صلوات الله وسلامه عليه. استمرت قنوات الإمام الحسين الفضائية ولعلي فلأقف قليلا عند قناة الإمام الحسين العربية. استمرت قناة الإمام الحسين لمدة 6 أعوام وبمساهماتكم أنتم أكثر من 1000 دقيقة، 150 من البرامج التلفزيونية وبـ3 لغات، الفارسية والعربية والإنجليزية. وأيضا من خلالها انتشر شعار الحسيني إلى العالم بـ12 وسيلة، منها القمر الصناعي والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك والإنستغرام والرسائل النصية واليوتيوب وبرامج الهواتف النقال. بالأمس ومن خلال مساعداتكم أيها الأحبة قد بثت قنوات الإمام الحسين الفضائية الآلاف من الدقائق من البرامج، وكان هدفها الأساسي، وهذا محور ما نقوله، هدفها الأساسي التعريف بالإسلام المحمدي، وهذا شرف لنا والأصل، حيث رفعنا شعار المحبة وكذلك الأخوة والحرية، وأوصلنا ذلك النداء بقنواتنا إلى الكثير من الدول في العالم، ومن خلالها عرفناهم بثقافة القرآن وكذلك العترة المحصومة. واليوم أيها الأحبة قناة الإمام الحسين الفضائية تواجه أزمة مالية صعبة، حيث وصل حجم ديونها إلى شركات البث الفضائي هاتبيرد ونايلسات وجالكسي مبلغ $1,200,000 أمريكي. لذا ندعوكم أيها الأحبة المؤمنين أو المؤمنون الحسينيون إلى مديد العون إليها، وبدفع $100 أمريكي حتى نتمكن من فتح هذا النافذة من جديد والتزود من شعار الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسين عليه السلام انطلقنا، ومن ثورة شقت أجواء التاريخ، فهي بالحزن تجدد العزاء بعاشوراء، و
وتقصد كربلاء مشيا في طريق الأربعين، نطوف البقاع المقدسة وننقلها إليكم بشكل مباشر، ومرة أخرى تمر من خلال عمليات الإنتاج والبث لتصل إليكم صوتا وصورة. ساهموا معنا لتظل دوما إشراقة النور الحسيني تنير الآفاق. تحية لكم أحبة المشاهدين وأهلا وسهلا بكم مجددا. طبعا الكلمات التي ربما كتبتها قبل قليل وتلوتها على أسماعكم ربما لا ترتقي للموضوع، قد لا ترتقي للموضوع، لكن الهدف منها هنالك واجب ملقى على عاتقنا جميعا، سواء كمتكلم أو ككادر أو كمسلم أو كعائلة مسلمة أو كعائلة شيعية لو صح التعبير. كثيرا لو قرأنا، لو تأملنا في التاريخ على مستوى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مستوى الأئمة سلام الله عليهم، لوجدنا للصدقة دورا كبيرا وفاعلا في تعزيز القيادة الشيعية التي بذلت الغالي والنفس، بذلت الكثير من أجل أن توصل كلمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وكذلك مشروع الحسين. وعندما ندعم قناة أو منبرا حسينيا، جعل قناة جعلت من نفسها منبرا حسينيا يدافع عن الحسين ومبادئ الحسين وقيم الحسين، ولا زلت أتكلم كواحد من أسرة شيعية، واحد من أسرة مسلمة، تدافع عن صوت الحسين، تدافع عن كلمة الإسلام، تدافع عن مذهب، وكذلك تدافع عن منبر لا زال يصدح باسم الحسين صلوات الله وسلامه عليه ومذهب الحسين والكلمات التي ربما توضع من أجل أن توصل أهداف الحسين ومشروع الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وعندما نقول كل فرد منا ملقى على عاتقه دعما لقنوات الإمام الحسين الفضائية العربية والفارسية والإنجليزية، نعم نقول ذلك من منطلق يعني أنفسنا كأشخاص وليس فقط كقناة الإمام الحسين تضع هذا الإعلان بين المسلمين وبين شيعة أمير المؤمنين وكذلك بين أسرة تتابعها دائما، بل كفرد أتكلم كفرد، وكل فرد منا عليه واجب في أن يقف ويدافع عن المنابر التي لطالما دافعت ولطالما جعلت من نفسها مشروعا للدفاع عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه ودفاعا عن المبادئ والقيم. ومن هنا انطلق واجب مقدس علينا جميعا، ربما يختصر الطريق على فرد منا وفرد من الأحبة الذين يشاهدون ويدفع $100,000 أو أكثر أو أقل، أو يعني ما يسمى بماديات، ويوصل من خلال هذا صوتا أو دفاعا أو موقفا أمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أو بنية لمشروع الحسين، وأن يجعل من ذلك مساهمة في أن يكون مشاركا للحسين ومشروع الحسين والمنبر الذي يبقى يعلو صوته باسم الحسين ومشروعية الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا واجب، واجب شرعي، واجب أخلاقي، واجب مهني، واجب ربما بعض يعني الزملاء في أنهم عندما يكون متكلما أو عاملا أو موصلا لكلمة تصل إلى السادة المشاهدين أو في مدينة معينة أو بلد معين، هذا يكون من جانب مهني، لكن أيضا من جانب إنساني ومن جانب واقع حال ينبغي علينا أن نتأمل في أدوارنا، ينبغي علينا أن نقف مليا في كل ما يدور من حولنا. هذا المنبر الذي ربما أي منبر ربما سيقف أياما أو يقف لأكثر من أيام أو يهدأ صوته، ما الذي يجب علينا كأفراد، ما الذي يجب علينا كمسلمين، ما الذي يجب علينا كأسرة يعني أسرة مشاهدين متابعين لهذه القنوات الشيعية التي لطالما وربما الأرشيف الذي وصلنا وشاهدنا وتابعنا وكنا مواكبين لأيامه هو المتكلم وليس نحن المتكلمين، عن ولا نستطيع أن نحصي أياما وساعاتا ودقائق وبرامج
كبيرة وعريقة كان منها العقائدي والفقهي والديني والثقافي والتثقيفي والشعائري، الشعائر التي لطالما حاربها الكثيرين ولطالما وقف بوجهها الكثيرين، الحسين المظلوم ومسيرة الحسين المظلوم وهتاف الحسين لبيك يا حسين المظلوم أيضا، هذا من دافع عنه بكلمة، الكلمة تؤثر. ولهذا السبب فقط يقال، ولو نخرج قليلا عن الموضوع، يقال أن نصف المعركة الإعلام، وبعضهم أصبح يقول بل الأكثر بكثير من نصف المعركة الإعلام. لماذا؟ لأن الكلمة مؤثرة، لأن من وقف بوجه الحسين يوما ومنع المسير نحو الحسين سلام الله عليه بسيف لم يستطع أن يمنع ذلك المسير وتلك المسيرة الحسينية الخالدة التي تزداد يوما بعد يوم وعاما بعد عام. من الذي وقف وكان مدافعا عن هذه المسيرة وعن الحسين صلوات الله وسلامه عليه شعارا طبعا وشعورا وشعائر الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ هذه المنابر وهذه القنوات التي لطالما وقفت بتغطيات مباشرة وكذلك برامج مختلفة تثقيفية ثقافية دينية انطلقت من وحي الأهداف الحسينية صلوات الله وسلامه على الحسين. ما هو موقفنا كأفراد؟ ولا زلت أتكلم كفرد، ما هو موقفنا؟ أليس من المواقف التي أكلم بها نفسي قبل سادتي وأحبتي وأساتذتي وأخوتي، ما هو موقفي كفرد إذا هذا المنبر الذي لطالما تغذيت منه حب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لطالما شاركت أنصار الحسين وأحباب الحسين والسائرين بركب الحسين سلام الله عليه في كل عام في كل ليلة جمعة، ونحن في ليلة جمعة وأجواء ليلة جمعة، يعني من الذي جعلني مساهما لأشخاص قطعوا آلاف الكيلومترات؟ ربما أنا كشخص أقول من يقول لي ادفع أو أعمل أو تكلم أو أدخل في برنامج أو قدم برنامج أو أي شيء من هذه الواجبات ومن هذه الأعمال التي أقدمها، أقول له قد شرفتني وبحق الحسين أتكلمها حقيقة. أنه من يقول لي بهذه يعني هذه الأعمال أقدمها، أقول له أشكرك لأنك قدمت لي شرفا في أنني أشارك وأنا جالس ربما أدفع مالا أو أنطق بكلمات أو أخذ من وقتي ساعات بسيطة أشارك ناس بذلوا أياما طويلة وبحر وبرد وسهروا الليالي والأيام من أجل أن يصلوا إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه بأشياء زهيدة بأشياء بسيطة ربما تعوض بأبسط الظروف وأبسط الحالات تعوض، وهذا ما هو واقع حال، يعوض بهذه الأشياء الزهيدة أشاركهم وأكون جزءا منهم وأكون ناصرا للحسين صلوات الله وسلامه عليه ومدافعا عن الحسين. أي شرفية تعلو على هذه الشرفية؟ ولا أتكلم كلام العواطف ولا أتكلم كلام الذي يقرب يعني يقرب، نعم هو يقرب فكرة، لكنه لا أريد أن أتكلم أشياء خارجة عن المعرف شنو المألوف، هذا واقع الحال. أشياء ربما أشياء يشرفني أحد في أن أقدمها وهي زهيدة وهي بسيطة من أجل أن تدوم ويدوم منبرا حسينيا يدافع عن القيم، يدافع عن الشعائر الحسينية، يدافع عن مبادئ بذل الكثيرين والكثيرين ولا زالوا إلى الآن يقدمون الغالي والنفيس، الدماء، الأنفس، الأرواح، الكثير مما قدم ولا زال يقدم، هؤلاء يبذلون الكثير وأنا أبذل بالبسيط. يعني بالنظرة المادية وبالنظرة القصيرة تنظر له فعلا تنظر له بسيط، لكنه عند الله تبارك وتعالى وعند الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعند مشروعية مولانا الحجة المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء عنده كثيرا. ولهذا يعني كما أسلفت أن هنالك ما وقفت عنده في هذا اليوم وأنا يعني تلقيت هذه الأخبار في أن قد تتوقف قناة الإمام الحسين العربية، ويعني نحرم، أنا كشخص أحرم
من هذا المعين الثقافي الذي أراه كل لحظة كل يوم كل ساعة، أتابع من خلاله الكثير من الشعائر الدينية، الكثير مما تستوقفني أحتاج لها وأتزود منها، سواء كبرامج دينية تثقيفية عقائدية أو غير ذلك من تغطيات مباشرة. فيعني عندما تتصفح ونتصفح والكل يتصفح في خبايا وأبعاد ونتاجات الصدقة التي أقدمها من أجل أكسب منها أمرين: الأول رضا الله تبارك وتعالى، وأكسب منها رضا المشروع الإلهي الذي كل فرد منا يسعى أن يكون مرضي عنه عند الحسين سلام الله عليه وعند مولانا الحجة المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، لأنه مشروع إلهي وصلنا إلى رضا الله تبارك وتعالى، أو كهدف في ديمومة ما أنا مستفيد من، أنا شخصيا مستفيد من في أنه معين مجاني يوصل لي الكثير مما أحتاج له في كل لحظة. أنا كفرد أحتاج في أن أتزود وفي أن يعني أستثمر ما وضع على هذه الشاشة وأستمع له، وثقافة ثقافية دينية أخلاقية، أرى قبة الحسين صلوات الله وسلامه عليه العامرة والتي ترفع شعار الشعارات الحسينية، وعندها أستوقف مليا وأزور الحسين صلوات الله وسلامه عليه من أجل هذا أو ذاك أو الاثنين معا بأشياء بسيطة، فهو الشرف ويا له من شرف. فهذه الصدقة ربما يعني قلنا في أن عندما ننظر لها كماديين وكناس وكبشر ننظر لها شيئا زهيدا، والكثير ممن قدم الدماء والكثير ممن قدم الكثير من أجل أن يبقى هذا الصوت عاليا ويبقى موصلا لأهدافه. بنفس الوقت أنا أقدم أشياء بسيطة ربما تنظر، لكن عندما نقرأ ونتمعن فيما قيل من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو سائر الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، والآيات القرآنية التي نصت على ثمار وعلى نتاجات الصدقة، سنعلم ما لهذه الصدقة من خبايا، ما لهذه الصدقة من أسرار تنقل الفرد من مكانة إلى مكانة، من جو إلى جو، من حالة إلى حالات أخرى، يعني تقدمه درجات تلو درجات. وهذا العنوان وهذا الشعار وهذا المنطلق وهذا المفهوم وهذه العقيدة في الصدقة هي من تعزز علينا كلماتنا ما نقدمها وما نقوله. فلنكن متحاورين في جلسة، في جلسة عائلية، نحن أسرة واحدة سواء كأسرة عاملة أو كأسرة مشاهدة، ولنكن كلنا مشاهدين كلنا متابعين لمجموعة أفكار تطرح من خلال هذه القناة. ما الذي يمكن أن نساهم فيه في ديمومة هذا الصوت الحسيني؟ كل فرد ربما يتمعن في هذا المفهوم ويدقق في هذا المفهوم. كل فرد منا فليجعل منه واجبا على عاتقه. ما الذي يمكن أن تقدمه في ديمومة منبر حسيني؟ كل منا هو الذي يشخص وهو الذي يختار وهو الذي يجعله منطلقا للمساهمة في منبر حسينيا. أنا فرد في بالي وفي خلجاتي وفي رأيي القاصر لنفسي وضحت لنفسي منهجا في دعم منبرا حسينيا سيدوم، وإن شاء الله أنا أسأل الله تبارك وتعالى وبحق الحسين الذي سميت باسمه القناة أن تدوم هذه القناة. أيضا أعيد وأكرر أنني من جانب أنا كفرد من أسرة هذه القناة، وأيضا كفرد من أسرة متابعين ومشاهدين، والكثير مما استفاده واستثمره وشاهد من خلاله ووقف عنده كثيرا كثيرا. أيها الأحبة، لا زال الحديث عن الصدقة وما هو الواجب الملقى على عاتقنا في دعم وتعزيز وديمومة منبرا حسينيا كان ولا زال اسمه قناة الإمام الحسين الفضائية الأولى والثانية والثالثة عربية وفارسية وإنجليزية. تفضلوا بالبقاء بعد فاصل قصير. من نور الإمام الحسين عليه السلام انطلقنا، ومن ثورة شقت أجواء التاريخ
هي بالحزن تجدد العزاء بعاشوراء. وتقصد كربلاء مشيا في طريق الأربعين، نطوف البقاع المقدسة وننقلها إليكم بشكل مباشر، ومرة أخرى تمر من خلال عمليات الإنتاج والبث لتصل إليكم صوتا وصورة. ساهموا معنا لتظل دوما إشراقة النور الحسيني تنير الآفاق. تحية لكم أحبتي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم مجددا، وحلقة خاصة ولازلنا عن الصدقة ودور الصدقة وكذلك الواجب الملقى على عاتقنا إذا دعم المنابر الدينية وتحديدا قنوات الإمام الحسين الفضائية الأولى والثانية والثالثة. ومعنا أحد المتصلين، وأول المتصلين أحمد. السلام عليكم من كربلاء. السلام عليكم أخي العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وحياك الله، تفضل. حياكم الله على هذا المنبر، منبر الإمام الحسين عليه السلام، وأنتم تتكلمون عن هذه القناة الرائعة التي تمثل الشعار الحسينية بكل معناها الجميل والصادق. ونحن نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة وبركات هذه القناة الصادقة، ومن خلال تقريركم الموقر الذي أعددتموه قبل قليل أود أن أقول لكم يا ليت لنا أن نتاهل معكم ولو بكلمة. حياك. نعم، خليني أسألك أحمد. نعم تفضل. تفضل. نعم تفضل تفضل. أنا من هذا المنبر الذي تتكلم منه الآن أعلم نفسي كمتطوع للإمام الحسين، أنا أعمل مجانا في خدمة الإمام الحسين في هذه القناة الجميلة. إذا أحببتم وإذا أتيح في الفرصة نتشرف بذلك، وكلنا مشروع لأن توصل وتصل كلمة الحسين سلام الله عليه لأقصى العالم، وإن شاء الله نتشرف بك واحد منا. لكن قبل هذا أريد أسألك، يعني لماذا تبرعت في هذا الشيء؟ ربما يعني هذا ما يعني هذا الذي تستطيع أن تقدمه للقناة وكمنبر، ما الذي جعلك أن تقدم ما قلت؟ أخي العزيز، الذي دفعني على هذا الفعل هو خدمة الإمام الحسين عليه السلام وآل بيته الطيبين الطاهرين، وهذا أقل شيء حقيقة نستطيع أن نقدمه للإمام الحسين اتجاه التضحيات التي بذلها لخدمة الدين والمذهب والإسلام والذي على ما نحن عليه. أخي أنا أتكلم معك الآن من ساحات القتال، أنا أحد المقاتلين العسكريين في وزارة الدفاع، وأنا أتمنى أن أنضم إلى هذه القناة الشريفة الكريمة الرائعة لنشارك معا سوية في خدمة الإمام الحسين عليه السلام. يعني أنت من جانب تقاتل في ساحات القتال ولبيت ربما صوت الوطن ونداء الوطن، وأيضا من جانب آخر تتصل وتشارك وأيضا تقول أنك تعمل مستعد أن تعمل خادم في قناة الإمام الحسين لرضا الحسين سلام الله عليه، أليس كذلك؟ نعم نعم، أنا أحد منتسبين قيادة طيران الجيش العراقية ونحن الآن في ساحات القتال والله يعلم، وأنا متطوع، أعلم نفسي كمتطوع خدمة لهذه القناة، وهذا أقل ما أقدمه. أنا ما أقول لك أحمد، ويا ليت كان لي كثير أقدمه لخدمة أحمد. أنا ما أقول لك، أنا ما أقول لك غير الله يوفقك وهنيئا لك، بس هذه أقول لك عند الحسين فقط الله. ما أقول لك غير هذه. جزاك الله خير. الله يبارك فيك ويديم عندك هذا الإحساس وهذه العقيدة وهذا الشعور بواجبك ودينك، سواء في واجبك العسكري أو واجبك الدين العقائد الذي لم يشغلك في ذلك واجبك الذي لبيت من خلاله نداء الوطن وجعلت من نفسك مشروع لخدمة الحسين. الله يوفقك وهنيئا لك يا أحمد من كربلاء. حياك الله. أنا أشكرك أخي العزيز، أشكرك، ولا تنسونا في الدعاء عند قبة الإمام الحسين، ونحن أحوج ما نكون للدعاء. نسأل الله الإجابة على الأعداء إن شاء الله. اللهم آمين. شكرا جزيلا لأحمد من كربلاء، وحياك الله يا أحمد،
هنيئا لك ما تفضلت به وحياك الله. وعند الحسين يكفي أنك في النية تقدمت بذلك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك وبحق الحسين سلام الله عليه أن توفق في كلا الواجبين، وإن شاء الله تقدم ما تصبو باتجاهه. شكرا جزيلا لأحمد. وعودة لبدء أيها الأحبة، لازلنا نتكلم عن واجب يلقى على عاتقنا في أي حين وأي وقت وأي لحظة. كنا نتكلم عن واجب الصدقة التي وفقنا الله تبارك وتعالى وفسح لنا بابا وفسح لنا مجالا في أن نقدم هذه الصدقة لديمومة منبرا حسينيا لطيلة فترة طويلة. لا أستطيع وكما قلت أن أحصي ما تقدمت به من برامج مختلفة وكذلك من تغطيات مباشرة والكثير مما قدم لساعات طويلة وكذلك للكثير من الساعات، نعم، والكثير مما قدم من خلال هذه القناة. أيضا أقول في أن أسأل الله تبارك وتعالى أن يدوم هذا الباب مفتوحا في أن أوفق ونوفق والكل يتوفق، وأسرة مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية يوفقون في تقديم هذا الشيء البسيط من أجل ديمومة هذا المنبر الذي إن شاء الله بوجود الحسين وأنفاس الحسين ومولانا الحجة المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء أن يدوم هذا المنبر لنتزود منه وأن يكون ولا نحرم من هكذا منابر. لا نقاش في أنها كانت ولا زالت وستبقى للحسين عنوانا، انطلقت من فكر الحسين ومنطلق الحسين وعقيدة الحسين ومبدأ الحسين واسم الحسين، ولن طبعا تتشرف في انتماء لمرجعيات ومرجعية، وهذا شرف لنا وننحني ونطأطئ الرؤوس لعلمائنا الأعلام الذين قلدناهم واتبعناهم على كل ما طرح، ولم نتبع المرجع على حرف بل اتبعناه على كل ما نص وكل ما خط. لكن عندما وجدنا من الحسين صلوات الله وسلامه عليه، من عندما وضعنا وانطلقنا وجسدنا للحسين وجعلنا من الحسين صلوات الله وسلامه عليه عنوانا، سنتشرف في أننا نكون دائمين في أن نقدم ما نستطيع من تبرع، وعنوان التبرع وهذه الكلمة في أن تجسد ونجعل منها تطبيقا لديمومة منبرا حسينيا جعل من نفسه حسينيا ونادى بالحسين وشعائر الحسين والبرامج التي خطت هدفا ومنطلقا وعقيدة وفكرا بالحسين صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن يعني أتمم البحث الذي وضعناه وإن شاء الله نتمم ذلك من خلال يعني الحلقات المستمرة لاعتبار أنه البرنامج سيستمر لثلاثة أيام متتالية، طبعا الطريقة لإيصال التبرع والذي نتشرف به كأسرة متابعين لقناة الإمام الحسين الفضائية الفارسية والعربية والإنجليزية عن طريق شركات التحويل المالي ومكاتب الصرف. أولا تحويل المبلغ باسم قناة الإمام الحسين الفضائية، والاتصال بعد التحويل الاتصال على الهاتف الخاص بالقناة 0964-32-33-0999، وأيضا الهاتف الآخر 0964-32-33-888، وأيضا رقم الواتس أب الخاص بالقناة قناة الإمام الحسين الفضائية 0964-7822-18005، أو إرسال رسالة بمحتوى لبيك يا حسين إلى الرقم التالي، أو الاتصال بالواتساب أيضا من نفس الرقم 0964-7702-92-0913، أو الدفع عن طريق البيل، وكذلك الكثير مما سيظهر أسفل الشاشة أيها الأحبة بما جعلناه موضوعا وما جعلناه واجبا. أنا اخترته لنفسي واجبا ملقى على عاتقي، سواء يعني أجعله واجبا دينيا كقناة دينية ينبغي علي أن أقف إلى جانب هذه القناة الدينية التي تحتاج اليوم إلى أن تدوم، وأنا أشعر لنفسي ولواجب الشخصي
في أن تدوم هذه القناة أيضا من جانب، ومن جانب آخر أيضا كتقديم واجب وملقى على عاتقي ثقافيا في أن تدوم هذه البرامج التي أتابعها حقيقة، أتابعها يوميا، ويعني أحتاج إلى أن أقف وأفرغ الوقت من أجل أن أستمع إلى هذه البرامج الدينية والعقائدية والفقهية والتثقيفية وغيرها كثير، والتغطيات المباشرة وغيرها. فهذه الوسائل التي قلناها أيضا إن شاء الله تدوم، ومن خلالها نقدم العون ويد المساعدة لقنوات الإمام الحسين الفضائية الثلاث، العربية والفارسية والإنجليزية، من أجل أن يدوم هذا المنبر ويقول لبيك يا حسين. من خلاله نقول لبيك يا حسين نحن جميعا كأسرة متابعة ومواكبة للبرامج المختلفة، وكذلك شعار لبيك يا حسين للشعائر الحسينية التي سنقف بالمرصاد لمن يقاتل من أجل أن يوقف الكثير من هذه الشعائر المقدسة، وسنبقى بالمرصاد لكل من جعل شغله الشاغل محاربة الشعائر الدينية، شعائر مولانا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يعني ما نتبرع به، بما نستطيع أن نقدمه كأسرة متابعة لقنوات الإمام الحسين الفضائية، وكمتفاعلة مع المشروع الحسيني الذي إن شاء الله بحق ليلة الجمعة، بحق ليلة الرغائب، بحق مولانا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أن نوفق في أن نكون جزءا من متابعي قنوات الإمام الحسين الفضائية، جزءا من الذين قدموا ولا زالوا يقدمون يد العون والمساعدة ليدوم هذا المنبر الحسيني. وإن شاء الله نكون بالوقت ولا نكون يعني فائتي وقت عنا، وإن شاء الله نكون يعني بالوقت الذي يحتاج لنا هذا المنبر، يكون ملبين لنداء لبيك يا حسين، لأنه صوت سمعناه ولا زلنا نسمعه، وإن شاء الله ندوم نسمعه من خلال قنوات الإمام الحسين الفضائية. وأكرر وأقول كفردا من أسرة متابعي قنوات الإمام الحسين الفضائية، وكواحد من هذه الأسرة، إن شاء الله سنقدم كل ما بوسعنا، سنقدم ما تحتاجه القناة، قناة الإمام الحسين الفضائية ومجموعة قنوات الإمام الحسين الفضائية، نقدم كل شيء من أجل أن يدوم هذا المنبر، وإن شاء الله بأنفاس الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بشيعة الحسين، بأتباع الحسين، بأنصار شعار لبيك يا حسين، سيدوم هذا المنبر الذي يصدح من خلاله صوت الحسين وشعار الحسين، والذين يجسدون الفكر الصحيح في ظل هذا الصراع من الأفكار، وفي ظل هذا الصراع من بديلات الحقيقة، إن شاء الله يدوم الصوت المنادي لبيك يا حسين بأنفاسكم وبمساعداتكم، وكذلك بوجودكم ومتابعاتكم. إلى أن ألتقيكم يوم غد بتغطية خاصة وذات المحور، إلى ذلك الحين تحية لكم مني ومن كادر العمل، إلى اللقاء.